السؤال يقول وش أغنى مصادر الغذائية بالسيلينيوم؟ متابعيني من أول يعرفون السيلينيوم وش هو؟ السيلينيوم أولاً ترى البالغ يحتاج تقريباً 55 مايكرو جرام في اليوم، هذا بشكل عام. السيلينيوم له من مصادر عديدة، رقم واحد تذكرون اللي يتابعوني المكسرات البرازيلية. المكسرات البرازيلية نأكل في اليوم من 6 إلى 8 حبات فقط، لأن تقريباً الحبة الواحدة ترى فيها تقريباً من 70 إلى 100 مايكرو جرام. تخيل طبعاً المصادر الغذائية بهذا الشكل، طبعاً يجي واحد يقول طيب واحدة تكفي، لا مصادر غذائية لا بهذا الشكل، لأنه ما تسوي سمية إذا كنت منها 6 أو 7، طبعاً تأكل أكثر ما يصلح. اللحم، الدجاج أيضاً يحتاج سيلينيوم، البيض، السبانخ، الشوفان، العدس، زي ما قلنا السمك، المشروم، كلها هذه، والموز حتى، كلها هذه فيها سيلينيوم، لكن أغناها المكسرات البرازيلية، بعدها اللحوم، بعدها الأشياء اللي ذكرناها.